شغال يعبي الشاي، شغال يعبي الشاي. بس الشباب قاعد يريحون شوية. طبعا هو يبعد عن مدينة أرفلك، هي من توابع مدينة سينب. هذا الشلال، هذا يعتبر أصغر شلال موجود، يعني بحيرة زعنونة الناس قاعدين فيها يريقون بالماء ريولهم، يعني لطيفة. مدخل منتزه الشلالات. طبعا يا جماعة في شلال صغير بالطريق حاط خروف مشوي وحاط حركات، ترى مو الشلال الصجي، شلالات هني. هذه ألعاب أطفال، وفي مثل أكشاك، في مطاعم، في قهاوي، في مصلى، خدمات موجودة. شوف المكان شلون، القعدة حلوة. هذا واحد من المطاعم، شوف المبنى شلون عجيب. قعدات حلوة، حتى المباني هني شكلها وايد حلو، أكواخ طابوق أو خشب، قعدات حلوة. هذا يصنعون القوزلمة، يسوون القوزلمة. هذه بداية المنتزه، شلال هالصوب. هاي طبعا كراسي حطتها البلدية، ألعاب أطفال، ماي تكرمون، حمامات، مصلى. ميعاد يبعدتك تشوي تستانس، وقدام هناك تلقى الشلال، الشلالات. جانب آخر من المنتزه، طبعا تحت رعاية البلدية، نظيف مرتب. شوف الشيرة هذه، أول شيء حاطين عليها وين تروح، يمين يسار، شلال ما أدري شنو، خدمات، ومسوينها مغسلة. صراحة شيء عجيب، الشيرة نفسها مغسلة. الصوب قعدات، هذا مطعم، احد المطاعم هني، مطاعم كافيهات موجودة. تسمع صوت الشلال طبعا من هني، لانه كلش خلاص قريب صار. الخروف استأذنت منهم، شوف شلون ابد، ترى ملح ويمكن شوية فلفل بس يحطون عليه. كاهو قاعد يجهز، شوف الحطب، سلام غسل غرسه شنو الي مهم انبريم سنه، يا الحطب يحطه على الجانبين اساس ما يحترق الخروف، يطول على النار، على نار هاديه يطبخونه. شوف الحطب فلا جالسه تو، الخروف يحطه هني حتى يقطع ويبيع بالكيلو، حق اللي يبي بالكيلو، او اذا كان كامل عنده واحد زايد يحطه هني على القب هذه، يعني الذبان وكذي. وهذا حبيب الشعب نزل وقاعد يدور، وكل ما خلص الحطب يزيدونه. هلا هلا، هذا لا يطول، طول على نار هادية. هذا شوف ما حاطين تحته، طبعا الدهن ينقط بالصينية هذه، خرفان صغيرة يعني. هذا عاد شيء تراثي، وهذه الطاحونة. طبعا النهر كان يمر من تحتها ويحرك الطاحونة هذه تطحن الحبوب. حنوريكم الطاحونة من داخل، سبحان الله الناس كانوا عايشين على هذه، ها يزرع من المطر وبعدين يجيب الحبوب يطحنها هني ويسوي له خبزة عشان يعيش. طبعا هني هذا الشلال اللي كنا عنده قبل شوي، رقم واحد، مسوين استراحات، الناس توقف تصور تريح العوائل. وهذا الشلال رقم اثنين، طبيعة شلون، سبحان الله الشيرة مفتتة الجبل يا اخي، ما تشبع من هالمنظر صراحة، شيء جميل. تصعد بالجسر الخشبي الى الشلالات الثانية، وهذا الجسر على النهر، هذا يكون النهر. طبعا ما شاء الله زحمة، كافيهات،
اي هذا الخروف المشوي الظاهر يبي له تجربة هناك. الشلال الثاني طبعا الناس في هذا سلم بطقة، اللي يقدر يصعد يروح الشلال الثالث بطريق مختصر او يكمل مع السلم اللي طلعنا فيه. طبعا احنا اول زيارات لنا كنا شباب فتسلقنا، رحنا تقريبا ثلثين الطريق يعني، في كافيه بالطريق هناك نجمع مشروم من الجبل ويسوي يعني اكل بيض بالمشروم كذي حركات يعني. بشوف سبحان الله جريان الماي. الشلال الثاني هذا الشباب قاعدين، الثالث الماي ينزل من الشلال الثاني ويروح للاول ما شاء الله. دون وزات تمام. العائلة شايف ما صار شوف عمره 70، احنا شباب ما حد راضي يصعد، شلتونا عند الاتراك. وبهالمكان الجميل تصير قعدتنا على النهر اللي متكون من هذا الشلال. اخ قام يبين والله الاضاءة بلنتي ها. العموم هذا النهر شوف الالوان بس، يا سلام. احنا نقعد نشرب قهوتنا، تتعب تصور طبيعة في سينوب ما شاء الله. هذه احدى البحيرات، هذا خزان المياه في سينوب، تجي من الشلالات كونها البحيرة هذه جميلة ومزهة فيها سمك حتى يصيدون هني. واحنا واقفين على السد، هذا السد من هناك الجهة ذيك اللي فيها مثل صبة هذيك تفرغ اذا صار زيادة في الماي وينزل من النهر الناحية هذه. فنخليكم مع المنظر الجميل. والله هذيلا اللي مونسين نفسهم يم الشلال مع الالات الغريبة بس اللي يدقون فيها. شلة. طبعا هذا هني كنك ما تدري اها ما قاعدين هني يم هذا، يا سلام. الشله اللي كانوا يدقدقون مروا قدامي، يمرون ناس وايد قدامك مروا قدامي، سالتهم شنو هالدقدقه اللي مسوينها، يقول هذه آلة اسمها كابيرا برازيليه، والله شكلها ربابه. وينها؟ Where is the instrument? No, I gotta look at the instrument. لا لا شكلها ربابة، ربابة برازيلية. يا أخي ما تشبع من هالمنظر صراحة، شيء جميل. تصعد بالجسر الخشبي إلى الشلالات الثانية، وهذا الجسر على النهر، هذا يكون نهر. طبعا ما شاء الله زحمة. كافيهات. اي هذا الخروف المشوي الظاهر يبي له تجربة هناك. الشلة اللي كانوا يدقدقون مروا قدامي، يمرون ناس وايد قدامك مروا قدامي، سألتهم شنو هالدقدقة اللي مسوينها، يقول هذه آلة اسمها كابيرا برازيلية، والله شكلها ربابة. وينها؟ Where is the instrument? لا 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 شكلها ربابة، ربابة برازيلية. شغال يعبي الشاي.